بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المسلمون، هذا هو الدرس 63 من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه، وما زلنا نناقش موضوع القضاء والقدر، وهل الإنسان مخير أم مسير في أفعاله، كما جاء في تلك الرواية أن الله تعالى يبعث ملكا فيكتب الإنسان، يكتب في رحم أمه، يكتبه أشقي أم سعيد، يكتب له رزقه وأجله وأشقي أم سعيد. إذا كان الله تعالى يكتب أجل الإنسان ويكتب إذا كان شقي أم سعيد، هل معنى ذلك أن الله تعالى جبر هذا الإنسان وأن هذا الإنسان ليس له اختيار؟ لا شك أن الإنسان له اختيار، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان اختيارا، وإنما كتب الله تعالى ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. عندما خلق العبد علم الله سبحانه وتعالى ماذا سيختار، هل سيختار الخير أم سيختار الشر. لكن كيف يعلم الله تعالى مصائرنا، وكيف يعلم أن فلانا سيشقى وأن الآخر سيسعد؟ للإجابة العلمية على هذا، كلما نتحرك الزمان يتباطأ، كلما تحرك الإنسان أسرع الزمان يتباطأ. والعلماء حسبوها تجريبيا في عام 1971 ونجحت هذه التجربة، فالزمن بنفسه يجري ببطء للشخص الذي يتحرك، الذي يتحرك بسرعة الزمن في حقه يجري ببطء. لا شك أن هذا مدهش، لم يكن أحد يدرك ذلك قبل أينشتاين. أينشتاين ذكر هذا وقربت هذه في الحياة اليومية، قربت عدة مرات تجربته ونجحت. لماذا لا نرى في الحياة اليومية أن الزمان يتسارع بسرعة؟ بالسرعة البطيئة التي يتحرك بها الإنسان على الأرض، أثر الحركة على الوقت صغير جدا ولا نحس به، لكن في الحقيقة يمكن أن يحس به. وكل ما تحتاجه هو أن تأتي بساعتين ذريتين، واحدة تضعها على الأرض والأخرى على متن طائرة حلق بها الطيار حول العالم. وبمعايرتها، أي بمعايرة الساعتين بالتي على الأرض، معايرة الساعة التي مع الطيار وحلق بها حول العالم بسرعة أكبر على التي في الأرض، وجد العالم أينشتاين أن الساعتان أو أن الساعتين لم تكونا متوافقتان، لم تعد الساعتان متوافقتان، بل اختلفتا ببضع مليارات جزء في الثانية، لأن الحركة لها تأثير في الزمن. وقد طبقت هذه النظرية، أي نظرية أينشتاين، عدة مرات، ووجدوا أن الاختلاف في الوقت حسب الحركة وحسب السرعة. والآن تخيل لو كان العالم بمثابة شريط فيديو، هذا العالم هو بمثابة شريط فيديو مسجل، لكي يمر بهذا العالم، لكي ندرك، لكي يتعاطى معه في دائرة وعينا، يتعاطى مع هذا المسجل، مع هذا الشريط، فنحن نحتاج إلى وقت. ولأجل أن يشاهد الإنسان هذا الشريط، لنفترض أن هذا الشريط يدور أو حتى ينتهي يحتاج له ساعة كاملة، والساعة طبعا 60 دقيقة مضروبة في 60 تساوي 3600 ثانية. فإذا لو افترضنا أن هذا الشريط المسجل وهو 60 دقيقة ساعة كاملة، إذن سيحتاج الشخص العادي الذي يقطع هذا الزمن بهذه الثواني، بهذه الحركة التي خلقها الله تعالى في هذه الحياة، فسيحتاج أن يشاهد هذا الزمن في ظرف، سيشاهد هذا الشريط في ظرف 3600 من الثواني، بحسب المصمم الذي صممه وبما يوائم قدرات الإنسان الحسية والإدراكية، بحيث يشاهد الأحداث في تتابع زمني لا أسرع ولا أبطأ. وهذه التي نشاهدها في الأفلام تحاكي الواقع، فإنهم يمشون بنفس مشية الإنسان في الحياة وبنفس الحركات. فإذا يحتاج الإنسان أن يشاهد ذلك الشريط المسجل كما قلنا في زمن قدره ساعة كاملة. الآن لنفترض أن الله تعالى أعد بشرا آخر، مخلوقا آخر، يستطيع ويدرك ويتابع هذا الشريط، يمكن له أن يتابع هذا الشريط بسرعة مضاعفة تساوي 3600 ثانية، ضعف الإنسان. الإنسان ما يشاهده في ساعة، هذا يشاهده في ثانية واحدة، سرعته أسرع، يقطع 3600 ضعف بإدراكنا نحن، مع أن هناك من المخلوقات ما هو أسرع وأسرع أضعاف أضعاف ذلك. لكن لو افترضنا فقط أن هذا الكائن الآخر الذي خلقه الله تعالى فقط لديه، يستطيع أن يقطع وأن يشاهد ذلك الفيلم في 3600 ثانية، وسرعته 3600 ثانية،
إذن يستطيع أن يشاهد ذلك الفيلم الذي هو ساعة كاملة، يستطيع أن يشاهده في ظرف ثانية واحدة. لماذا؟ لأن سرعته هو 3600 ثانية. ما كانت سرعتنا نحن نشاهده نحن في ساعة كاملة ذلك الفيلم بحسب حركتنا في الحياة، هو سيشاهده لأن سرعته أسرع أضعاف ب 3600 ثانية، إذن سيشاهده في ظرف ثانية واحدة. فإذن هذا الأمر واضح، 60 دقيقة في 60 ثانية 3600، وهو يقطع بسرعة أضعاف 3600 ثانية، إذن هو سيشاهده في ثانية واحدة. إذن هو بالنسبة لنا نحن هو قطع ذلك الزمن، ذلك الفيلم عنده، ذلك الشريط عنده خلاص انتهى من الماضي، بينما نحن ما زلنا نشاهده وما زلنا لم نعش المستقبل من أحداث ذلك الفيلم. فإذا هو شاهده وانتهى وأصبح بالنسبة له ماض، بالنسبة ما نعيشه نحن الآن في اللحظة أصبح بالنسبة له هو ماض. لماذا؟ لأنه كما قلنا قطعه وقطع الحوادث، تلك الحوادث بسرعة أكبر، وقطع عباب المستقبل، دخل في المستقبل وانتهى أمره، وما كان من ذلك الفيلم أصبح عنده من الماضي. والآن ولله المثل الأعلى، إذا كان الله تعالى يمكن أن يهيئ من المخلوقات التي تقطع المستقبل وتعيشه وتمضي، بينما الآخرون ما زالوا لم يعيشوا تلك اللحظات، فكيف بالله خالق الكون جل وعلا، خالق الزمان والمكان ولا يحيط به زمان ولا مكان، وغير خاضع لقوانين هذه الأبعاد، ألا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل؟ لا شك، لذلك الله تعالى ليس له ماض وليس له حاضر وليس له مستقبل، لأنه غير خاضع لهذه الأبعاد سبحانه وتعالى، فهو خارج هذه الأبعاد، خارج الزمان وخارج المكان وخارج الزمن والسرعة، وما يقع فيها يعلمه سبحانه وتعالى بالضرورة، ونبقى نحن في أبعادنا البسيطة هذه مخيرين غير مجبرين، ونسأل عن أفعالنا وليس لنا أي عذر. إذن هذا هو علم الله سبحانه وتعالى، علم الله تعالى ما يحدث في هذا الكون، لأنه سبحانه وتعالى خارج هذا الكون وشاهد الإنسان ما يفعله وبالنسبة له انتهى هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. كذلك أيضا من الأمور التي تدل على أن الإنسان مخير وأنه ليس مسير قول الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالله تعالى لا يأمر، ولكنه سبحانه وتعالى ينهى الإنسان أن يفعل. الله علم أزلا أن الإنسان سيفعل هذا، لكنه لم يأمره أن يفعل هذه الفحشاء. ومثال ذلك أنت تقول لابنك مثلا، أنت تعلم مستوى ابنك في المدرسة، فتقول: ابني هذا لن ينجح في مادة الرياضيات أو في مادة الإنجليزي، لن ينجح. لماذا؟ قلت ذلك بمحض خبرتك وبمحض معرفتك لهذا الابن وبمراجعته وذكائه وفطنته. إذن هل أنت أمرته بالسقوط؟ هل أنت رسبته؟ كلا، أنت لم تفعل ذلك، أنت لم تأمره، ولكن أنت علمت أنه سيحدث ذلك بخبرتك. فألا يعلم الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الله تعالى لم يأمر ولم يجبر ولم يقهر، وإنما سبحانه وتعالى علم ذلك من حال الإنسان. ودليل حريتنا كذلك مثلا واختيارنا، لو ضربتك على وجهك ضربة، فهل سوف تأتي وتقول: الحمد لله هذا مقدر، قضاء وقدر، أنت ضربتني وامضي لحال سبيلك، هذا قضاء وقدر، أم أنك ستلاحقني وستعيد تلك الضربات؟ إذن لا شك أن تعلم أن لنا اختيار، فإذن يحاسب الإنسان على حسب اختياره، والله تعالى علم فقط عن الإنسان ولم يأمره باختياره، بل هو يختار كل شيء بنفسه. ونرجو أن يكون هذا واضحا، ولعلنا نذكر أكثر من ذلك تفصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.